بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. نعود إلى عملنا وإلى مصادقة على الفصل 55 مكرر، بعد أن وقع تقديم عدد من المقترحات في جلسة المسائية بتاع البارح، يعني مقترح من السيد رئيس اللجنة، مقترحات شفاهية من طرف عديد من السادة النواب، مقترح من السيد كمال السعداوي. اجتمعت اللجنة صباح اليوم، وحسب علمي وصلت إلى مقترح توافقي وإلى صيغة نراها أنا شخصيا أنها توافقية وتلبي المطلوب. وأترك الكلمة إلى سيد رئيس اللجنة. تفضل سيدي. تفضل. وبالتحديد حول أهمية المحافظة على قدر من اللياقة النفسية داخل المجلس، واللي يعتقدوا أنه من مسؤولية رئاسة المجلس إلى حد كبير. في الجلسة البارحة وقعت مقاطعات، معناتها تدخلات النواب بالطبطبة دون أن تتحرك رئاسة المجلس للنهي عن المنكر. فالمسألة تفهم وأنها يا أما رضا بهذه الطبطبة وهذه المقاطعة أو ارتياح لها، وهذا شكل من أشكال قمع حرية التعبير داخل المجلس ذاته. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي لاحظناها في رئاسة المجلس، وأن هناك نواب لما يتكلمون يقوم رئيس المجلس بالكتابة يمينا، وهذه مسائل معروفة بين إنسان يتابع باحترام وبين إنسان يهمش من طرف رئيس المجلس. المسألة الأخرى وأن هناك نواب يوصلوا يأخذوا بالخمسة تدخلات في الحصة الواحدة نقطة نظام من حزب معين، بحيث أصبحنا نواب ونواب داخل المجلس. شيء المطلوب قدر من استقلالية رئاسة المجلس ومعاملة النواب بمكيال واحد. المسألة الثانية اللي تهم إعطاء الكلمة لرئيس الجلسة للرد على تدخلات النواب. القاعدة هذه اللي اعتمدها رئيس المجلس في منح رئيس اللجنة الكلمة هي مستمدة من مضمون الفصل، مشروع الفصل 85. ايش يقول مشروع الفصل 85؟ تعطى الكلمة الى ممثل الحكومة ورؤساء اللجان المعنية ومقرريها كلما طلبوها. هذا فصل تلي في هذه الجلسة في حصص سابقة ولم يطرح اي اشكال، وهو معتمد لمنح الكلمة لرئيس المجلس، لرئيس الجلسة، لرئيس اللجنة وحجبها عن مقرر اللجنة في الوقت اللي علت الفصل وعلت القاعدة القانونية، وأن كلا رئيس اللجنة ومقررها مسؤولين عن تهيئة مشروع الفصل للتصويت. هذه هي العلة متاع منحهم الكلمة في التقاليد البرلمانية، بحيث نعتقد أن الصمت أبلغ بخصوص دوافع هذا التمييز. المسألة الأخرى وأن كنا في جلسة البارحة باش نتلو مجرد فصل للرد على تهمة، معناتها في المجلس واحد اتهم اللجنة بالتدليس في الوقت الفصل 91 اللي هو مشروع أمامه واضح يقول راهو إذا كان وقع التعرض إلى تحوير ومناقشة فصل اللي تنجر عليه مناقشة فصل سابق سبق المصادقة عليه، فيجوز الرجوع للفصل السابق لإحداث نوع من الملائمة بين الفصلين، بحيث لو كنا أتيحت لنا الفرصة باش نوضح هذه القاعدة لما كان الزميل ربما يحصل في ذهنه التباس وتحصل مشدات نعتقده، وأن من واجب رئيس المجلس المحافظة على اللياقة النفسية للسادة النواب داخل المجلس. لا يليق بأول مجلس ديمقراطي في تاريخ تونس أن تكون هناك نواب يعني يتناولوا الكلمة
وبقية النواب معتها نصيبهم تصعير الخد من طرف رئيس المجلس. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والسلام عليكم. صدق الله العظيم. أنا آسف لهذا التدخل اللي يشكك في تعامل بالمساواة بين جميع النواب. قد حرصنا توا منذ يوم منذ الجلسة الأولى يعني في 22 نوفمبر على أن تقع كل المداولات في أفضل جو، وهذا ما يمنعش الرأي والرأي المخالف والنقاش اللي ينجم يكون في بعض الأحيان حاد، لكن حرصنا على أن نتعامل بنفس المكيال مع كل الزملاء. لكن رئاسة المجلس ما هيش شمس تضيء، ويقع أنه نشوفه ناس وما نشوفوش زملاء أخرين، وإن شاء الله التقنيات يعني المتوفرة واللي باش تتوفر في الأسابيع القادمة تعطينا إضافة إلى الفصول الخاصة في إطار النظام الداخلي تعطينا الآليات الكافية باش تولي أمور آلية وما يتدخلش فيها العنصر البشري، أو إذا كان تدخل لها ففي جزء يعني محدد ومحدود. الكلمة إلى سيد رئيس اللجنة، وإذا كان ما عنده ما يقول يعديها للسيد المقرر. شكرا سيد رئيس. فيما تعلق بالفصل الذي توقفنا عنده البارحة والذي يتناول اللغة المعتمدة في المداولات وإمكانية توفير الوسائل للسادة أعضاء الذين لا يتقنون اللغة العربية، نحن في اللجنة أو أعضاء اللجنة، لأن هناك بعض الأعضاء جاءوا متأخرين بالتالي لم يشاركوا معنا في تقديم هذا المقترح، الذين حضرنا قدمنا إليكم مقترحا نعتقد أنه يحظى بقدر لا بأس به من الشملة المقترحات المختلفة، وحاول أن يوفق بينها مع تثبيت الثوابت المتعلقة باللغة الوطنية اللغة العربية في تداولات المجلس. ويمكن للسيد المقرر أن يتلو هذا الفصل. مشكورا. تفضل السيد أحمد الخسخوسي. شكرا سيد الرئيس. أردت أن ألاحظ ملاحظة قبل فوات الأوان، قدمت في هذا الشأن مقترحا اعتبرته مقترحا تكميليا لهذا النص الموجود، فضلا عن التنقيحات اللغوية التي ربما تعرضت لها. وأعتقد أن المسألة المثارة التي أثيرت أمس وبنوع من الحدة وربما من التضخيم إلى حد ما، مسألة تحتاج إلى شيء من التنسيب. لماذا؟ لأننا نخشى أن نقع في نظرة أحادية الجانب، لا تنظر إلى الموضوع برمته وبصفة شاملة. صحيح أن عددا من الزملاء وهو للموضوعية محدود جدا يتحملون ظلما آثار سياسات معلومة وقعت في فترات معينة، لكن صحيح سيد سيد نعم احمد الخسخوسي، يعني انت باش ترجع بينا للنقاش نتاع البارح؟ لا مش نقاش، انا مش نكمل حاجه، لكن نعلل سيد الرئيس وما تدومش الحكايه دقيقه ولا دقيقه. تفضل اذا كان عندك مقترح. عندي مقترح وقدمته. تفضل. ونحب نفسره. تفضل. لكن الصحيح ايضا هو ان اتقان اللغه الوطنيه ليس وضعا سكونيا ولا يمثل وضعيه دائمه او نهائيه، وكان الامر قدر محتوم أو قضاء مبرم لا يمكن رده. زملاؤنا لهم الحق، كامل الحق على بلدهم، ولكن الوطن أيضا له حق عليهم على سبيل الانتماء الثقافي والحضاري، وهنا الاستعداد الذاتي أيضا له دوره. فما المانع من أن نتعلم لغتنا الوطنية بقدر الإمكان وفي الأثناء،
من الزملاء في هذا المجلس وهو غير بعيد منا من شعر بمثل هذه الحاجة، فبادر بالتسجيل في معهد بورقيبة للغات الحية، وهو معهد ذو صيت عالمي يأتيه المتعلمون من كل أصقاع الدنيا بما فيها الصين واليابان وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. وللعلم سنة 2010 سمحني سيد أحمد الخسخسي، المقترح ما هوش معقول. هذا تفسير وتبرير لفكرة وقع الدفاع عنها البارح، يعني شنو هي الإضافة؟ هاو المقترح عند يعطينا المقترح السيد يعطينا هاو المقترح عند رئيس اللجنة أقوله يا سيد رئيس اللجنة، خليني أقول ما لنا نضيق بمثل هذه الأشياء. لا مش نضيق، لأن الحديث البارح دام أكثر من ساعة على حول هالنقطة هذه بالذات، ولم نمكن من الكلمة لا أنا ولا سي. ماهوش ممكن باش نرجعوا للجلسة متاع البارح، فما العديد من الزملاء لم نمكنهم من الكلمة، لأن بعد لا عندما شعرت أنا كرئيس جلسة وهذه من مهامي وأن النقاش وصل إلى نهايته، كلفنا اللجنة أن تجتمع وأن تتوفق إلى يعني مقترح إن شاء الله يكون. أقول على أن يبذل النائب المعني بالأمر جهدا في اتجاه وطنه وفي اتجاه تعلم لغته الوطنية بالكتابة والأداء. هذا في النظام الداخلي نحطوه سي أحمد، هذا نعم. هذا الكلمة هذه نحطوها في النظام الداخلي في فصل، هذا المقترح نحطوه في الفصل متاع النظام الداخلي، على أن بالطبع هذه نصيحة لكل المواطنين حيثما كانوا باش يتعلموا اللغة متاعهم ويرتبطوا ولا يكون الانتماء متاعهم أرسغ، لكن هذه في إرادة كل شخص منا، كل واحد منا. سيد الرئيس معناها نحن نطرح الموضوع وكأن هذا النائب ضحية فقط، التعلم ليس له عمر باش الإنسان يتعلم. وافق إيه نتعلم، إذا كان نحن ننتمي إلى هذا الفضاء الحضاري والتاريخي والثقافي نتعلم قدر الإمكان. من باب النصيحة ما هوش ممكن باش نحطوه في فصل في النظام الداخلي متاع المجلس الوطني التأسيسي، مش ممكن. فما أمور ما تفضل سيد كمال السعداوي، نقطة نظام إن شاء الله ما هوش نقاط. توضيح بعض النقاط لأني أنا تحرمت من النقاش البارح ومانيش مش نطول سيد الرئيس بسرعة إذا كان تسمح. أنا أنبه الإخوة والأخوات النواب والنائبات هنا أن هذا الموضوع متاع اللغة ليس موضوعا بسيطا ولا شكليا ولا ثانويا، بل هو موضوع جوهري، لأنه وضعنا ازدواجية اللغة في بلادنا اللي وصلت بينا إلى في هذه القبة أن البعض منا لا يخجل من أن يستعمل لغة غير اللغة الوطنية
وهو يمثل الشعب التونسي اللي عنده هوية وعنده لغة متاع 14 قرن تحمل حضارة ومن أجمل اللغات. أنا هذا نعتبره يعني شيء غير طبيعي، وهو ناتج ما في ذلك شك عن سياسة ثقافية معتمدة من بعض رموز دولة الاستقلال الذين أرادوا تهميش الثقافة العربية الإسلامية في تونس والمحافظة على الإرث الثقافي الاستعماري، هذا ما في ذلك شك. وأحنا اليوم من جملة استحقاقات الثورة الكرامة، ثورة الكرامة، واللغة هي جزء من الكرامة. أنا أتصور أن الشعب التونسي وقت اللي يشوف النواب متاعه اللي مثلوه يتكلموا بلغة غير لغته هذا يمس من كرامتهم، ما في ذلك شك. وأنا شخصيا لا أقبل إطلاقا أن تقع داخل هذه المجلس استعمال كلمة فرنسية أو شعار مكتوب بالفرنسية، وهذا أمور مبدئية ولا تتحمل أي تأويل ولا أي مزايدة في أي اتجاه كان. بالنسبة للإخوة اللي في الخارج، هم أبناؤنا ونعتز بهم ونسعى لمساعدتهم، وأن نعتبرهم أنهم ضحايا السياسات الخاطئة للعهد القديم. لكن بالنسبة للفصل 55 مكرر والفصل 75 مكرر، فيه عبارات أنا أرفضها رفضا كاملا. لا يجوز أن نضع في النظام الداخلي أي إشارة لاستعمال اللغة الأجنبية أو مساعدة من لا يتقن اللغة العربية. المفروض فينا كلنا أولاد الشعب التونسي إذا كان ما نعرفش العربية الفصحى نتكلم بالعامية. ولهذا أنا أقترح أن الفكرة متاع إدماج 55 و75 في فصل واحد فكرة طيبة، لكن مع تغيير. التغيير التالي: تجري مداولات المجلس الوطني التأسيسي باللغة العربية، ولا يسمح باستعمال كلمات أجنبية أو كتابة شعارات بلغة أجنبية داخل قاعة هذا المجلس. وتنتهي الفصل هنا. بالنسبة للترجمة وإعانة أبنائنا في الخارج، أنا نقول اللي نذكر مرة أخرى كونه إذا كان عندنا جاليتنا في الخارج ما تتكونش اللغة العربية، هذا مش لأنها موجودة في الخارج، ربما هذا سبب إضافي، لكن السبب الأصلي هو الثقافة السياسة الثقافية الخاطئة المتبعة في بلادنا. وأكبر دليل على ذلك أن الجالية موجودة حتى داخل الوطن، نشوفوها في المعاهد، نشوفوها في الندوات الفكرية، شفناها حتى في داخل هذا المجلس. لقيت سيدة باختصار عندك 4 دقائق. أقول في أختم أنه في عوض يسهر مكتب المجلس أنه الحكاية هذه متاع الترجمة واللغة نخرجوها من مسؤولية المجلس، يعني المجلس مثل الشعب التونسي وكلها يأكله ما تكون إلا باللغة متاع الوطن، هذه نخلوها لإدارة المجلس أن نطالبوا بعد. أنا أقترح أن نطالبوا عندما نتحدث على استقلالية المادية والإدارية للمجلس أن تمكين هذا المجلس من إمكانيات بشرية ومادية تمكنه من ترجمة المداولات وترجمة الوثائق إلى لغات أجنبية بالتعاون مع القنصليات في الخارج في الدول المعنية، بالتعاون مع التلفزة الوطنية. طيب. وهنا نحب نزيد نختم حاجة ربما ينتبهوا ليش، من أهم اللغات اللي لازمنا نترجموا فيها هي اللغة التركية اللي تفتح لنا مجال لكل شعوب آسيا. نقطة نظام تفضل بالله من فضلكم، بالله من فضلكم يهديكم، تفضل نقطة نظام، اعطيني الرقم تاع من فضلكم. سيد الرئيس، نلاحظ أننا رجعنا للنقاش كنا أتممناه البارحة، وإذا كان معنا كل عضو تغيب له الحق في أخذ الكلمة لإعادة النقاش كنا قد أتممناه، نحن بصدد إرساء جريان عمل جديد وهذا لا يعقل. معقول، كلام معقول. طيب سيد القساس، نقطة نظام. تدخل بسيط سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قاعدين نزايدوا على أولادنا في الخارج ياسر ياسر، وقت اللي وصلنا باش نعطوهم حقهم دقناهم في مهرس، تو الناس كلها تحب، كل النواب قاعدة تزايد وتحب الظهور التلفزي، هذا مش مسموح. اللغة الأجنبية نتكلموا فيها الكل، يقول لك لابس، يقول لك لابس كوستيم، شنو اللي فوق راسك يقول لك شابو، شنو اللي قدامك يقول لك ميكرو، شنو اللي في يدك يقول لك ستيلو، تو كنا نزايدوا على اللغة العربية. باهي، سامحني سامحني يا سيد الرئيس، سامحني. اعطينا مقترح يقدم بينا وكذا. شينا أم أبينا
اللغات الأجنبية هي لغات العلم الحديث، هي اللغات المعلوماتية اللي تسير العالم تو، ما ناش في غناء عنها. احنا يراو احنا لغتنا العربية نعتز بها وعذاك أصلنا وجذورنا، وما حدش يزايد علينا في اللغة العربية، كنا نتقنها والحمد لله. إذا أولادنا عاشوا البرة في الخارج وأدخلوا لغة أخرى شيء نعتز به، لأننا حابين نفهموا شنهي اللي قاعد يصير في الصناعات تو في الابتكارات وفي الاختراعات. احنا في حاجة لهم مش هم في حاجة لنا، احنا تأخرنا عليهم مئات السنين. بارك الله واضح. شكرا. احنا مش في حاجة سيد الرئيس للفصل 55 أصلا، الفصل 75 يفي بالغرض، اقراه سيد الرئيس هو يفي بالغرض وانتهينا من الموضوع، يعني كفى مزايدات. طيب سيد المقر، انا قدمت مقترح، في المقترح متاع اللجنة يتعلق بالسطر الأول، تعويض كلمة عبارة ويسهر بكلمة ويسعى، وفي السطر الرابع حذف كلمة ضمان في ضمان. علاش هذا؟ لأن هناك مسألة أساسية، علاقة أي مقترح في النظام الداخلي مسألة ميزانية المجلس، هناك مسألة الوعي بالأولويات الوطنية المالية. أنا عملت ما تحسب بسيطة، إذا كان باش المجلس يعمل تجهيزات متاع ترجمة متاع الوذنين ومتاع لوحات التحكم وغرفة الترجمة، هذه مسألة مليار. لا أعتقد وأن هذه رسالة صحيحة، يعني نوجهها لعائلات ربما 1000 دينار كفيلة باش تفتح مورد رزق. صحيح عندنا أخوتنا ولد عمنا ولد خالتنا من الجيل الثاني اللي احنا نسهروا عليهم، لكن هذا يراه بارتباط بالامكانيات الماليه للمجلس وللدوله وباولوياتها الماليه، بحيث مسائل على قدر الكساء يرد رجل. مساله اخرى نحب نلاحظها، وانا قلت وان المساله هذه فرضيه ضئيله ومفتعله، لان توا قارب ما زلنا نهرين ونبلغوا شهرين من المداولات داخل المجلس، وهناك الناس اللي أثيرت على خطرهم المقترح هذا على الأقل، وتسجيلات موجودة تكلموا أكثر من 10 مرات باللغة العربية. أنا ما شفتهاش هالصعوبة، هذه المفترضة ما شفتهاش. المسألة الأخرى وهو أن شيء من الإلمام بالواقع، سيد يا سيدي الرائد الرسمي يصدر باللغة العربية والفرنسية، خلينا في المقترح يا عيسي. منذ سنة 55 الراعد الرسمي التونسي يصدر باللغة العربية وبالفرنسية، وهذا فيه كفاية لمتابعة معناتها نصوص القانون باللغة الفرنسية. بالله من فضلكم، احنا في بالي اهتدينا البارح الى حل، وهو ارجاع الموضوع الى اللجنة. قدمت لنا مقترحات، استمعت اللجنة الى بعض التدخلات، ربما الأخذ بعين الاعتبار بعض الإصلاحات يعني اللغوية. ماذا بيا نرجع الكلمة نقطة نظام؟ خلينا نتعداو للتصويت. سيدة مش معقولة، سيد رئيس اللجنة الكلمة الختامية ونمر مباشرة للتصويت. شكرا سيد الرئيس. نقطة نظام؟ لا بربي، النقاش انتهى سمحني، النقاش انتهى. يهديك يا عيسي، شنو اللي باش توضح؟ ما عاش توضيح، توا باش نتعداو على التصويت، اللي موافق موافق واللي ماهوش موافق يصوت ضد، هذه حريته. سيد رئيس اللجنة. شكرا سيد الرئيس. زملائي وزملاتي الإخوة الأخوات المحترمين، الفصل المقترح بينكم وقد حصل توافق حوله داخل أعضاء اللجنة الحاضرين، ويمكن أيضا التحسين بما ورد من الأستاذ السعداوي حول وعلى ضمان متابعة التونسيين بالخارج لأشغال المجلس الوطني التأسيسي ومداولاته، وقد ورد علينا أيضا هذا التصحيح من الأستاذ سونيا، فيمكن اعتماده ويصبح بذلك الفصل المقترح عليكم للتصويت كما يلي: تجري مداولات المجلس الوطني التأسيسي باللغة العربية،
ويسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليات الضرورية لتيسير مشاركة الأعضاء الذين لا يتقنون اللغة العربية في أعمال اللجان والجلسة العامة، وعلى ضمان متابعة التونسيين بالخارج لأشغال المجلس الوطني التأسيسي ومداولاته. وأقترح عليكم عرضه للتصويت مباشرة. شكرا. شكون السادة والسيدات الموافقين على هذه السياق؟ أشكون اللي ضد؟ اثنين. أشكون محتفظ؟ أربعة. شكرا السيد المقرر. لا لا، نفضلكم نفضلكم. تفضل سيد رئيس اللجنة. مثل ما هو أيضا منصوص عليه فيما يتعلق بالفصل 55 مكرر، نقطة ترتيبية فقط، هذا الفصل سيقع تحويله إلى ما بعد الفصل 75، سيصبح 75 مكرر، لأن اللجنة رأت أن المكان الأفضل للتنصيص على هذه النقطة هو بعد الفصل 75، وسيحذف الفصل 75 مكرر الموجود الآن في المشروع بين أيديكم، ويصبح مكانه هذا الفصل ليضم النقاط المختلفة كلها. مع الشكر. شكرا. تفضل نقطة نظام السيد عبد الرزاق الخلولي. 214. شكرا سيد رئيس. هي توضيح لعبارة المداولات في هذا الفصل و... لا لا انتهى. لا لا لا، ليس لا حول هذا الفصل عايش. لا علاقة لهذا الفصل، وإنما نقطة حول عمل هذا المجلس. المداولات هي مداولات شفهية في هذا المجلس عبر أخذ الكلمة، ولكن لاحظنا يعني بعض التصرفات داخل هذا المجلس، وأن بعض النواب يرفعون لافتات فيها تعبير عن آرائهم، وهي طريقة غير مباشرة لأخذ الكلمة غير منصوص عليها في يعني النظام الداخلي للمجلس هذا المشروع. وما يلاحظ في هذه اللافتات التي ترفع أنها أحيانا تكون وسيلة لتمرير بعض الأفكار السياسية، وأحيانا ربما هذا سوء تقدير من بعض زملائنا النواب، وأنه يكون وسيلة لتمرير بعض الأخطاء، بعض المعلومات الخاطئة عن وضع في ولاية ما، كأن يقال يعني الولاية هذه راهي فيها فوضى أو غير ذلك. ونحن في هذا المجلس بقدر ما أن نعبر على أوضاع جهاتنا، ولكن أيضا التعبير عن أوضاع جهاتنا هو فيه يعني التهدئة هي وسيلة لتحقيق بداية تحقيق التنمية في جهاتنا. فأرى وأطلب من سيادتكم أن يعني نطالب النواب بعدم رفع مثل هذه اللافتات مستقبلا، وبعض اللافتات أحيانا فيها مدلول غير مفهوم، وربما حتى تدل على عبارات لا أخلاقية بالنسبة لبعض الجهات. فأرجو توضيح يعني أو طلب عدم استعمال مثل هذه اللافتات، وشكرا. طيب سيد عبد الرزاق الخلولي. شكرا سيد الرئيس. أنا الحقيقة جاء في مدى قلت السي عمر الشتوي أني كنت البارحة قد اتهمت لجنة بالتدليس، والحقيقة البارحة أنا قلت لا أعتذر، لأني كان في نيتي أني ما قلتش حاجة معناتها فيها هذا التوجه وهذا القصد. وذاك عليه السيد الرئيس كان طلبكم في جانب منه صحيح وقت اللي قلت لي أعتذر. وعلى هذا الأساس أنا أقول أني أنزه اللجنة وأعضاء اللجنة من أي عمليات لهذا التدليس، كما أنزه السيد رئيس المجلس، وأني إذا اعتبرت البارحة واستعملت كلمة تدليس فأني استعملتها في مفهومها اللغوي الاصطلاحي، في غير معناها أيوة. الاصطلاحي، ومش المفهوم القانوني الذي لا أقصد منه شيء، وأنا أعتذر رسميا عن هذه الكلمة إذا كان فهمها هكذا. شكرا. بالله كلمة وجيزة بالنسبة للافتات، يظهر لي هي اللافتات تعبيرة لمن ليس له أسلوب آخر في التعبير،
داخل المجلس نحن كلنا نواب شعب أحرار، عندنا القدرة باش نطرحوا المشاكل في إطار بالطبع نظام داخلي وجدول أعمال، ولا أرى فعلا مجال لاستعمال أساليب أخرى غير الكلام والمطالب الكتابية والمقترحات للتعبير عن الرأي. ولهذا أدعو كل الزملاء، كل السادة النواب والسيدات أن يتجنبوا ويتجنبنا مثل هذه الأساليب اللي تولي فيها أكثر دعاية منها أساليب تعبير. سيد رئيس اللجنة، سيد المقرر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الفصل 56: يشرف رئيس اللجنة على أشغالها ويثبت جدول أعمالها بالتشاور مع مكتبها ويترأس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله نائبه، وفي حالة غياب رئيس اللجنة ونائبه يحل المقرر محلهما، وعند غياب المقرر أو توليه رئاسة اللجنة يحل محله أكبر المقررين المساعدين سنا. شكون مع الفصل 56؟ أشكون ضد؟ شكون محتفظ بالإجماع؟ شكرا سيد المقرر. الفصل 56 مكرر: يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها وذلك من خلال تقريب وجهات النظر في الاقتراحات والأراء المتباينة، وفي صورة استحالة التوافق تدون أهم نقاط الخلاف في طلب المشروع وتعرض على الجلسة العامة التي لها أن تحسم في المسألة. شكون مع نقطة نظام؟ تفضل سيد الرئيس. توضيح ممكن غلطة مطبعية في صلب الموضوع: وفي صورة استحالة التوافق تدون أهم نقاط الخلاف في صلب المشروع وتعرض على الجلسة العامة التي لها أن تحسم في المسألة. شكرا، غلطة مطبعية أعتقد. سيد الصحبي عتيق، تفضل. سيد الصحبي عتيق، أيوة. طيب، كانوا هذه بديهيات نتفقوا عليها، معناها هذه معناها معروف هذه خدمة رئيس اللجنة، مش عارف علاش تنصيص اللجنة، لماذا أصرت هذا؟ شو خدمة رئيس اللجنة؟ غير باش يحط آراء وما باش يوفق بين الآراء ويجمع ويقدمها. أنا مش عارف الفصل هذا لماذا وضع، خاصة بعد فصل 56 اللي تحدث على رئيس اللجنة. أنا عندي مقترح أن يحذف هذا. زايد هذه شنو خدمته رئيس اللجنة؟ هذه خدمته، ما يقلقش هو كان نزيدوها، ماذا راهو نزيدوا نكرروا في حاجات معناها ولا بديهيات اتفقوا عليها اللي هي زايدة أصلا. هو في الحقيقة كلام السيد صحبي في محله، لكن الخيار هو في اتجاه نظام داخلي مدقق. كان الخيار يكون في البداية حول نظام داخلي موجز وأقل الدخول في التفاصيل، لكن بما أنه الخيار وقع متابعته يعني واتباعه من البداية، اليوم يصعب كونه نتراجع ونعاود ونعرفش شنو رأي سيد رئيس اللجنة، لكن ماذا بينا أن نقدمه. سيد الفهري، طلبت بخلاف صلبة، تفضل. سيد الرئيس، شكرا سيد الرئيس. احترم الرأي اللي قاله الأخ أعتيق، لكن نحب نوضح اللي 56 هو يجاوب على الكيف، و 56 مكرر يجاوب على المضمون. ولذلك إذا نقولوا كيفاش يصير اللجنة حاجة، والفصل 56 يقول ايش يعمل، شنو هي صلوحاته. يظهر لي هام جدا اذا عمل حطينا الفصل 56 نحطه فصل 56 مكرر. وشكرا سيد الرئيس. شكرا. طيب سيد مولدي الرياحي. شكرا سيد الرئيس. اعتبر انه هذا الفصل وجيه، وجود فصل وجيه، لانه يربط العلاقه بين
اللجنة والجلسة العامة. صحيح أن منهجيا هذا الأمر بديهي، ولكن لا بأس أن ننصص على طبيعة هذه العلاقة، المداولات في اللجنة والمداولات في الجلسة العامة، لأن دور رئيس اللجنة هو أن يرفع. معلش إذا كان السيد الرئيس اسمعني ولا نعود. المهم كون النواب سمعوك سيد. قلت باختصار، قلت أعتبر أن طرح هذا الفصل وجيه، لأنه يربط العلاقة بين عمل كل لجنة والجلسة العامة. يبدو من ناحية المنهجية بديهي أن نتحدث عن هذا، ولكن لا بأس من تدوينه والتنصيص عليه، لأن دور رئيس اللجنة هو أن يكون يقظا وأن يتابع الحوار، ولكن عندما تحصل يعني إذا لم نتوصل إلى توافق فدوره هو أن ينقل ذلك إلى الجلسة العامة بكل أمانة، ولهذا أعتبر أن يبقى على هذا الفصل مهم. شكرا. سيد وليد البنين. أيضا أنا في نفس الرأي متاع الأخ وزميل الرياحي، فأرى أنه أفادتنا أيضا التجربتين متاع الأخ الحبيب خضر وأيضا الأخ عامر، في أنه الدور مهم جدا لرئيس اللجنة في تقريب وجهة النظر أيضا، وحتى في معناها قبول، حتى ندقق في قبول هذا، ولذلك أنا أرى أن نمر مباشرة للتصويت، وهذا شكراً. تدقيق جيد. آخر تدخل سيد فاضل موسى. شكرا سيد الرئيس. نحب نضيف شيء، وهو أنه العمل داخل اللجان والتجربة تبرز ذلك، أنه في بعض الأحيان رئيس لجنة يعني ربما عنده تصور للرئاسة تكون في بعض الأحيان، لا أقول أن ذلك في كل الحالات، نوع من الطريقة التعاملية التي لا تفتح باب النقاشات المفيدة ولا يذهب إلى حد البحث عن التوافق، وفي هذه الحالات يعني يربك عمل هذه اللجان ويجعل نوع من الإزعاج يعني في بعض الأحيان. والإشارة لهذه المنهجية أرى وأنها فيها فائدة، لا سيما عندما نتحدث على أنه يبحث الصيغة التوافقية داخل اللجنة ولا يسرع بتمرير هذه المقترحات للتصويت المباشر، ثم أنه ينهي العمل بذلك دون حتى الرجوع إلى المجلس في المسائل الخلافية. الطريقة اللي تعهدناها داخل هذه اللجان التي مررنا بها استعملت هذه الطريقة الموجودة في الفصل 56 مكرر، وأنا أرى أن البقاء عليه يعني شيء مفيد. شكرا بارك الله فيكم. شكون السادة والسيدات اللي موافقين على هذا الفصل 56 مكرر بصيغته؟ شكون اللي ضد؟ شكون المحتفظ؟ ضد واحد ومحتفظ ستة. شكرا سيدة المقررة. الفصل 57. لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكل فريق عمل من بينهم لدراسته وتقديم تقرير في شأنه. شكرا. شكون اللي مع هذا الفصل؟ أشكون ضد؟ واحد. شكون محتفظ؟ شكرا سيدة المقررة. الفصل 58.
يمكن للجان في نطاق تعميق النظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه، وذلك إما عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محددة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقر المجلس. كما يمكن للجان القارة التشريعية طلب الاستماع إلى ممثل الحكومة ومسيري المؤسسات والهيئات العمومية. كما يمكن الوزير المكلف بالعلاقة بالمجلس الوطني التأسيسي أو من ينوبه أن يحضر جلسات اللجان إذا طلب ذلك لتوضيح مسألة ما. شكون نقطة نظام؟ سيدة لبنى الجريبي. شكرا سيد الرئيس. بالنسبة لتفعيل والمشاركة المواطن التونسي والمجتمع المدني في صياغة هذا الدستور، وبالنسبة للرسالة اللي نحب نوجهوها للمواطنين بعد الثورة اللي هما يحبوا يشاركوا في صياغة هذا الدستور، احنا حاولنا البارح ان ندرج صياغة تشريك المجتمع المدني، واليوم في هذا مادامنا نحكيوا على تعميق النظر والاستنارة والاستفادة، فنحن نقترح انه لهنا إدراج الشخصيات والجمعيات وذلك بصفة الملاحظ في، وتكون الصيغة هي التالية: يمكن اللجان في نطاق تعميق النظر في المواضيع المعروضة عليها أن تمنح صفة الملاحظ للشخصيات والجمعيات التي رغبت في ذلك لتستنير برأيها في المواضيع المعروضة عليها. وهذه نؤكد أنها رسالة للمجتمع التونسي اللي بعد الثورة يريد يستنى في الرسالة هذا في تشريكه وتشريك المواطن وتشريك المجتمع المدني، فيستطيع أن يكون المجتمع المدني ملاحظ في هذه اللجان. وشكرا. شكرا سيد رئيس اللجنة. شكرا سيد الرئيس. الحقيقة قدمت مقترحات كثيرة خلال جلسات اللجنة وجلسات المجلس الجلسة العامة حول موضوع المجتمع المدني والخبراء والمفكرين ونقابات وممثل الشباب والطلبة وشباب الثورة وما إليها، ولذلك نحن نصصنا بهذه الصيغة الإجمالية بمن ترى الاستفادة برأيه حتى يشمل كل من ترى اللجنة وتقدر أن هنالك ضرورة للاستفادة برأيه، دون أن نحصر اللجنة في صياغة قد لا تحتملها معناها من حيث الوقت والمكان المخصصان. أما منح صفات غير عضوية المجلس فأنا لست مع أي صفة أخرى غير العضوية، الشعب انتخب أعضاء لهذا المجلس وهم يمثلون كل هذا الشعب، كل الشعب، كل واحد منهم يمثل كل الشعب، ولا توجد درجات أخرى من العضوية من مثل ملاحظ أو هنالك مكان مخصص للضيوف والصحفيين مرحبا بهم جميعا، ولكن هنالك صفة واحدة هي العضوية في هذه اللجان، فلا أرى ذلك، ولكم سديد النظر وأقترح عليكم عرض الفصل على التصويت. طيب، أشكون مع الفصل 58 بالصيغة اللي تقدم بها؟ أشكون ضد؟ أشكون محتفظ؟ خمسة. شكرا سيدة المقررة. شكرا. الفصل 59 حق التصويت في اللجان شخصي لا يمكن تفويضه، وتتخذ اللجنة قراراتها في جميع الحالات بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي إلا إذا قررت خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. شكون مع الفصل 59؟ شكون ضد؟ فمن نسوى؟ ؟
شكون محتفظ؟ شكرا. الإجماع. سيدة مقررة. الفصل 60. تدون محاضر جلسات اللجان بكامل مداولاتها في سجلات خاصة، ويطلع رئيس اللجنة ومقررها على كل محضر فيها ويمضيانه. شكون مع الفصل 60؟ عندك ما تفضل. سيدة نادية شعبان. شكرا سيد الرئيس. وقعت مقترحات على أساس نشر المحاضر متاع اللجان ومتاع وهذا في الفصل 60 نجم نضيفه، نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس. وقع نفس المقترحات بالنسبة للفصل 62 نفس الشيء، النشر مش مذكور. هذوما مقترحات وقع المد بها قبل، الفصول تغيرت الأرقام لكن المقترحات تبقى مطروحة بيسكو وقع عرضها وما خرجتش في الصياغة الأخرى. بقى خرجت كان بالنسبة للجلسة العامة لكن مش بالنسبة للجان تأسيسية ولجان تشريعية. علي نحن طلبنا كونه لجان دفاع ولجان الأمن هي الوحيدة اللي ما تدخلش في العلنية وفي نشر المحاضر متاعها، وباقي كل اللجان وكل الملفات يقع نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس، على أساس كون الناس تجم تتبع الأشغال وتجم تواكب معنا مصير هذا الدستور اللي باش نكتبوه جماعيا، واللي ماذا بينا الناس كل تكون مشروعها مش مشروع احنا باش ننزلوها عليهم. شكرا. دونك الفصل 60 و 62 وفيه فصول اخرى كانت حاب نعطيهم من تو هما اللي يخصهم النشر. مبدا نشر المداولات على الفضائيات الالكترونيه. سيد رئيس اللجنه. نحن اعتمدنا في هذا المشروع نشر مداولات الجلسة العامة على الموقع الإلكتروني وعلى وسائل الإعلام المختلفة الإذاعة والتلفزيون، وكذلك نشر جدول الأعمال ومواعيد اجتماع اللجان حتى يستطيع الخبراء والمجتمع المدني وكل الذين يريدون المساهمة في أعمال هذه اللجان باقتراحات أن يرسلوا اقتراحاتهم كتابية، أيضا الإعلان عنها. وهذا ورد في الفصل 54 الذي صوتنا عليه، وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني التأسيسي. ولم ترى اللجنة أن تكون مداولاتها منشورة على الموقع الإلكتروني لأنها هي اجتماعات تحضيرية وليست نهائية، وكل ما يهم المجلس سيكون منشورا، كل ما سيصدر على المجلس بما في ذلك مداولاته ستكون منشورة على الموقع الإلكتروني وعلى وسائل الإعلام في الجلسة العامة. ولكم سيد النظر. سيدة سيدة لبنى الجريبي. شكرا. أنا وايد الأخت نادية شعبان في أنه لهنا تقارير اللجان مش واضح أنه تقارير اللجان باش تكون منشورة على موقع الويب، ولهذا يجب إدراجه في النظام الداخلي بصفة واضحة، يعني مش باش يكون كل مرة بصفة استثنائية باش ننشره ولا لا، تكون واضح أنه معناها البروسيدور في تنظيم الإدارة أنه كل ما يصير تقرير لجنة يقع إدراجة ويقع نشرها في موقع الويب. مع هذه مش نحكيوش على المداولات الجلسات العامة أو جدول الأعمال، هو تقرير اللجان اللي هو أهم حاجة يعني في المضمون بالنسبة للدستور اللي المواطن اللي يحب يشوفه. وشكرا. الفصل 60 هو نفس تدون محاضر الجلسات اللجان بكامل مداولاتها في سجلات عامة وتنشر على موقع الويب ويطلع رجل وكذلك 62 نفس الشيء. سيد رئيس اللجنة، يعني ما هيش المداولات الكل لكن تقارير اللجان المعنية بالمقترح. نعم، نحن لاحظوا أولا نحن نتحدث عن ثلاثة فصول في نفس الوقت 60 61 و 62، بحيث نتحدث عن محاضر الجلسات، عن اللجان وعن مداولات اللجان وعن تقارير اللجان. أما فيما تعلق بجدول الأعمال فاتفقنا على إعلانه وصوتنا عليه، وأما فيما تعلق بمحاضر الجلسات التي تتضمن الحضور والغياب ومداولات اللجنة وما إليها فلم ترى اللجنة نشره في الإنترنت لأنه أعمال تحضيرية للجلسة العامة. وأما فيما تعلق بالتقارير
فهذه التقارير تحال إلى مكتب المجلس الذي يحيله على الجلسة العامة، وكل مداولات الجلسة العامة بما فيها تقارير اللجان ستنشر بطبيعتها في الموقع الإلكتروني، باعتبار أن مداولات المجلس ستنشر في الموقع الإلكتروني. يعني لا تنشر تقارير اللجان قبل أن تحال إلى مكتب المجلس ورئيس المجلس، وقبل أن تحال إلى الجلسة العامة لا تنشر، لأن هذا مصادرة لأعضاء الجلسة العامة لمناقشة هذا التقرير، ثم بعد ذلك تنشر هي بطبيعتها في الانترنت. شكرا. يعني التقارير تقدم أمام الجلسة العامة ومن خلال ذلك تنشر بطبيعتها. مانيش باش ندخلوا في نقاش، توا مسألة واضحة. سيد شنو اللي طالب سي دهمن؟ إذا كان فما حل مرحبا به، تفضل سي دهمن. شكرا سيد الرئيس. فيما يخص المبدأ، احنا قرينا مبدأ العلنية، هذا ما فيهش كلام. مسألة المداولات نتفق، وظهر لي الرأي الأغلبي أنه المداولات هي مسائل تحضيرية ما فماش ضرورة لنشر. بقات مسألة التقارير في كل المجالس التشريعية، أي تقرير نايب يعمل تقرير ينشر حتى قبل أن يعرض على الجلسة العامة، وكل التقارير لا تعرض بالضرورة على الجلسة العامة، وبالتالي يولي الطرح هو أن يضاف في الفصل 61 يصبح كالتالي: يعد تقرير اللجنة مقررها أو أحد مساعديه، ويمضي التقرير المقرر الذي أعده رئيس اللجنة الذي يحيله على مجلس مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة، وينشر على مجلس على موقع المجلس بعد إقراره من اللجنة. وتولي مسألة واضحة، لأن التقارير ما أن تقر في اللجنة تنشر بعد توافق عليه الجلسة العامة، ما توافقش هذيك صلاحيات الجلسة العامة. لكن الناس إذا لجنة عملت تقرير يلزم المواطنين يعرفوا التقرير هذا إيش فيه. عاد في مسألة توقيت، هي باش تعرفوا مقبل ولا بعد باش تعرفوا بطبيعتها. باهي، الفصل 60 ساعة نتخلصوا منه. أشكون اللي معاه الفصل 60؟ أشكون ضد؟ أشكون محتفظ؟ أربعة. سيدة مقررة فصل 61، وفما مقترح إضافة. لا الفصل 61، تفضل. الفصل 61: ويعد تقرير اللجنة مقررها، يعد تقرير اللجنة مقررها أو أحد مساعديه، ويمضي التقرير المقرر الذي أعده رئيس اللجنة الذي يحيله على مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة. فما مقترح إضافة نشر التقرير معناتها قبل حتى مداولات الجلسة العامة. سيد رئيس اللجنة. يمكن لحظة حتى نجيب على السؤال. يمكن أن تنشر هذه التقارير قبل أن تحال على الجلسة العامة، لأن هي ستنشر فالمسألة وقت، يعني فيمكن إضافة هذه. يصبح على مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة أو نشر ونشره في الموقع الإلكتروني للمجلس. خلاص يعني ونمر. السيد وليد البناني، تفضل. نقطة نظام، تفضل. نسمع بعضنا بالله. تسعة. أنا من أن وافق على نشر بعد، ليس قبل أن تقع المصادقة على أعمال اللجنة، لأنه معناها الزميل أياد قال ممكن حتى قبل المصادقة عليه في اللجنة ننشروه. لا 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 معناها، ولذلك التوضيح. تقرير اللجنة قبل عرضه على الجلسة العامة ممكن نشره. هذا هو واضح. سيدة شعبان طلبت الكلمة.
شاء الله نقطة نظام وماهوش رجوع إلى النقاش. تفضل. لا مش مسألة رجوع النقاش، أما فما سوء فهم للفصل 60 فيه مشكلة. لا لا فصل 60 لا سمحني. لا 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 كلمتين مش لا كلمة ولا اثنين. مانيش على حكاية العالم. من فضلك نقطة نظام. تفضل. لا 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 فانتهى. لا لا ما نسمحش ما نسمحش ما نرجعوش للفصل 60. لا اعمل بنكارت اللي انا ما... لا ماهوش ممكن فصل صوتنا عليه نرجع له. ماهوش ممكن ماهوش ممكن. سامحني سامحني ماهوش ممكن. تفضل. نقطة نظام سيد محمد كريف. لا نقطة نظام سيد نعمان الفهري. سيد نعمان الفهري. سيد الرئيس من غير ما نحب نرجع الفصل 60. لا ما غير مانيش مش نرجع الفصل 60، اما عندنا إشكالية نحاولوا نصلحوها. الإشكالية هي الآتية. إشكالية في أي فصل؟ في الفصل تنجم تكون في الفصل 61، تنجم تكون في فصل واحد آخر. اللي هي وقت اللي هي الحالة هذه كان الأخيان الكل متفقين كونها هي إشكالية نصلحوها، كان مش إشكالية نتعدوها. الإشكالية هي هذه في وقت اللي في اللجان نجتمعوا ونقروا التقرير متاع اللجان اللي مش يصحح عليه سيد الرئيس اللجنة والمقرر، هل يعرض على الأخيان اللي في اللجنة ولا ما يعرضش؟ كان يلزموا يعرض، راهو عندنا إشكالية هنا مش محتوتة. كان ما يلزموش يعرض مسائلش نتعدى. هذايا الإشكالية اللي حبيت نوضحها باش نبداو واضحين. وكاو وبارك الله فيك سيد رئيس اللجنة. يعني محضر الجلسة هو يتضمن ما تناولته الجلسة، جدول الأعمال، في أي ساعة انعقدت، الحضور والغياب، والسادة أعضاء اللجنة كانوا كنت أطلعتهم على ما هي محاضر الجلسات عندما ناقشنا هذا الفصل، فاتفقنا على هذه الصيغة لأنه هذا محضر شكلي هو يعني أكثر منه أي شيء آخر، يعني ما فيش أي مشكلة يعني. تفضل سيد فاضل موسى. سيد الرئيس المسألة هذه مهمة جدا، فاتنا الفصل 60 نجم ندركوها في الفصل 61، هو أنه وقت اللي يقع تقرير من طرف اللجنة مش مجرد المصادق عليه من طرف الرئيس والمقرر فقط، وإنما يجب عرضه قبل ذلك إلى بقية أعضاء اللجنة. وهذا إذا كان احنا فوتنا الفرصة في الفصل 60 يمكن تداركها في الفصل 61، ويتعلق الأمر بهذه التقارير متاع اللجان، لأنه يقع وهذا مش يعني بسوء نية، وأنه غالبا للسرعة في الأعمال تلقى أنه الرئيس والمقرر يكتبوه يعني بسرعة وما يرجعوش باش يوريوه معناتها لبقية الأعضاء، ويكتشفونه بعد ذلك بقية الأعضاء ويقول أنا هذه مش موافق عليه وكيفاش دخلت هذه وحطيتوها وما قلتيش عليها، بحيث هذه وقعت سيد الرئيس. وبالتالي أنه في كل الحالات يجب عرض هذه التقارير على كامل أعضاء اللجنة، وهذا مبدأ معمول به معناته ما فيهش حتى إشكال، يجب التنصيص عليه وإدخال هذه العبارة في هذا الفصل 61. به سيد القصاص. شحني قاعدين نناقش وكاننا جايبين الصيد كركرو فيه من ذلك. ما دام سيقع ادراج التقرير في جدول اعمال الجلسه العامه، شنو الفائده منه احنا التقرير هذا ننشره في موقع الواق؟ يعني حاجات قاعدين نناقشوا في حاجات بديهيه الناس كلها تعرفها. طيب فلسفه زايده يعني. طيب تفضل. شنو الرقم؟ بما انه سيد رئيس اللجنه راعى الامور وتفضل قال لي تتم النشر على موقع الويب، كنت قدمت انا مقترح في الغرض هذا، ارجو ان يتم معناها التنصيص على انه النشر يتم في 24 ساعه على خاطر النشر في موقع الويب يتم بعد 4 سنين. انا كنائب نحب نطلع على اللجنه هذه شنو قاعده تعمل. انت تنجم تحضر في اللجنه اذا انا يكون 4 لجان في الوقت سيد الرئيس. لا 4 لجان في الوقت ماذا بي يكون عندي تراس 24 ساعه لابد على اللجنه ساعه باش دونك نحطوه في 24 ساعه في 78 ساعه 74 ساعه. ما نصعبوهاش نخليه الامور تمشي بطبيعتها. ثم اراده جماعيه
في خدمة هذا المجلس وخدمة نواب وتسهيل الأعمال متاع هذا المجلس بحيث في أسرع وقت. سيدة هاني جدك. سيدة لبنى جريب، شنو تولى؟ شنو هذا؟ سيد الرئيس، احنا اليوم نحكيو على مبدأ الشفافية، هذا هو المبدأ. هل نريد أن نقيم بالشفافية في صياغة الدستور أم لا؟ هذا هو السؤال. إذا كان باش احنا موافقين للشفافية فالمحاضر الجلسات زاد يلزمهم يكون المواطن يحب يعرف النائب نتاعو على شنو صوت في خلال الجلسة وشنو مواقفه. وهذايا وشفنا برشا مرات يعني خطاب آخر في الجلسة العامة، هذا كل نائب يتحمل مسؤوليته ويكون أنه المحاضر هذه كما قال الأخ فاضل موسى أنه تكون شفافة وتكون تنشر في 24 ساعة في 48 ساعة عندما مش تنشر المحاضر تو هذا اتفقنا عليه، ما فماش إضافة سامحوني عاد مش ممكن باش نقعدوا نرجعوا لنفس الموضوع. الفكرة الوحيدة اللي أنا شديتها من تدخل السيد فاضل موسى هو أن التقارير قبل أن تقدم إلى الجلسة العامة تطرح على أعضاء اللجنة، هذا شيء منطقي. والمحاضر سيد الرئيس، محاضر لهنا اللي صوتنا عليه أنها ليست سرية، يعني لهنا في المحاضر في الفصل 60 قلنا المحاضر لا تدرس ولا تنشر في الموقع الويب. فنحن فصل 60 انتهى، أي نجم نتركوه فصل 61 فما إمكانية تنقيح أم لا؟ تفضل سيد رئيس اللجنة. سادة السادة النواب المحترمين، سأقترح عليكم صياغة، ولكن قبل أن أقترح الصياغة يعني أشعر أننا أحيانا نعقد الأمور ولا تزال أمامنا فصول كثيرة فيها بعض التعقيدات، فإما أن ييسر عمل هذا المجلس حتى يمر، وإما سنجد أنفسنا أمام تعقيدات كثيرة جدا. أنا أشعر أحيانا أن بعض المداخلات فيها شيء من التوتير للجلسة العامة، ولا تحترم أن هذا المجلس أمامه تحديات كثيرة، فأرجو أن نكون إيجابيين جميعا وأن نتحمل مسؤوليتنا أمام الشعب الذي انتخبنا، ولا نعقد في جزئيات يعني كثيرة جدا. وأنا شخصيا كرئيس لجنة مع أن تكون كل أعمال المجلس بتفاصيل تفاصيلها أمام الرأي العام حتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم، ولا يزايد أحد على الآخر في موضوع الشفافية، والشفافية يجب أن تكون في كل شيء وكاملة. يعني أنا ما قبلتش كرئيس لجنة أن يجوني بعض نواب يطلبوا مني ضرورة التنصيص على منحة للنواب وأن تكون هذه المنحة مجزية، ثم يأتون في الجلسة العامة ويقولون يجب أن نعمل متطوعين. ولذلك أرجوكم أن يكون نقاشنا بناء وأغلبه بناء، ولكن هنالك في بعض الإشكاليات. أقترح عليكم الصيغة التالية في الفصل 61، ستتضمن هذه الصيغة مصادقة اللجنة على التقرير ونشره في الانترنت. فاسمعوا، يعد تقرير اللجنة مقررها أو أحد مساعديه ويمضي التقرير المقرر الذي أعده ورئيس اللجنة الذي يحيله على مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال اللجنة الجلسة العامة، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للمجلس بعد مصادقة اللجنة عليه. تضمن كل هذه الاختيارات. طيب أشكون مع هذه مداخلة صغيرة؟ لماذا المداخلة؟ إذا كان مأيدته صوت عليه وكاو. تفضل. يا سيد الرئيس، كنا نعرفوا والسادة المحامين هنا يعرفوا ورجالات القانون يعرفوا أنه أي محضر أو أي تقرير لا يكون له الشرعية أو لا تكون له صبغة قانونية إلا بعد أن يصادق عليه هذا المجلس،
وبالتالي فإن عملية النشر الذي ستتم قبل المناقشة في هذا التقرير من طرف الجلسة العامة ومن طرف النواب يعد غير قانوني. كيف ننشر شيء بين التالي الاطلاع والشفافية سيطلع عليه؟ أنا مع أنه يعرض على كامل اللجنة، لن نعرض على عرضه على اللجنة، لكن أنه ينشر قبل المداولة بخصوصه فذلك لا يستقيم. وقتها حتى المداولات متاعنا هذه ما يسمع بها حد، ونسكروا التلفزة ونسكروا الراديوات. لا، المداولات شفافة سيقع التداول في التقرير في الجلسة. رجعت بنا أشكون السادة والسيدات اللي موافقين على المقترح اللي قدمه رئيس اللجنة؟ أشكون ضد؟ ستة. شكون محتفظ؟ تسعة. تسعة. سيدة المقرر، الفصل 62 يحق لأي لجنة أن تؤدي زيارات ميدانية سواء في إطار متابعة سير قطاعات النشاط الداخلة في دائرة اختصاصاتها أو دراستها لموضوع محدد، ويراعى في تلك الزيارات إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنية بالزيارة. تعد اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يضعه على ذمة من يطلبه من الأعضاء. شكرا. شكون مع الفصل 62 نقطة نظام؟ سيد محمد العلوش. بارك الله فيك. شكرا سيد رئيس. في فما يظهر لي في النص فما كلمة في ذلك ما ماشي في بقعتها، الأخت قالت في تلك. أنا عاود نقرأ النص. يحق لأي لجنة أن تؤدي زيارات ميدانية سواء في إطار متابعة سير قطاعات النشاط الداخلية في الداخلة في دائرة اختصاصاتها أو دراساتها لموضوع محدد، ويراعى في تلك الزيارات. هنا كيفاش نقول ويراعى في تلك الزيارات؟ تتنحى كلمة تلك ونقول ويراعى في الزيارات، لأن النشاط ما يختصرش كان على الزيارات. ويراعى في الزيارات، أنا نضيف هنا وجوبا تشريك النواب من تلك الجهة، وتصبح الصياغة ويتم في ذلك ويتم وجوبا في السطر الثاني، آخر السطر الثاني نعوض كلمة يراعى ويتم وجوبا. من هنا ننصص على صلاحياتنا، لأن وقت ندخل مؤسسة عمومية، لا مؤسسة عمومية لازم الإطار اللي فيها يستقبلني الاستقبال الجيد ويحترمني كعضو مجلس تأسيسي ويقدم لي كل اللي نطلب منه باش نسهل عمل
المجلس هذا ونوصل الرسالة كما هي. ثم ناس ما زاد ما فقدت السيد الرئيس. وصلت الرسالة. وصلت الرسالة شكرا. والمعاملة بالمثل سيد رئيس اللجنة. شكرا سيد الرئيس. أولا فيما يتعلق بالملاحظة حول احترام السادة أعضاء المجلس، بطبيعة الحال مطلوب من كل السلطات العمومية الجهوية والمحلية ذلك، وإذا كان لابد من التنصيص فيمكن التنصيص عليه في فصل آخر إذا رأيتم فاقترحوا ذلك كتابيا وليس هذا محله. فيما يتعلق بوجوب هو إعادة نقاش الحقيقة، لأن ناقشناه في الجلسة العامة وأجبنا الزميل المحترم وأجابه السيد رئيس المجلس، وأكرر الإجابة المرة الثالثة والرابعة، ولم ترى اللجنة ذلك على كل حال، لأن أعضاء المجلس سيكون كل الأعضاء موجودين في لجان تشريعية ولجان تأسيسية ولجان تحقيق ولجان خاصة، فنحن لا نستطيع أن يتعطل النصاب في كم لجنة من أجل أن نؤدي زيارة إلى إحدى الولايات. هذا أمر جيد أن يشارك النواب من تلك الجهة، ولكن لا نستطيع أن نجبرهم أن نلزمهم أن يتخلوا أن يتغيبوا عن اللجان التي هم أعضاء فيها ليحضروا زيارة الميدانية. ولذلك معناها أوجدنا هذه الفرصة في الصياغة وأكدنا عليها، ولكن لا يمكن فرضها وإلزام النواب بها. مع الشكر. شكرا. شكون مع الفصل 62 بصياغته؟ شكون ضد؟ اثنين. شكون محتفظ؟ واحد. القسم الثاني سيدة مقرر. تفضل. مع الشكر. تفضل سيدة. سمحني باش نرجع خضر هكا نقطة صغيرة حبيت نقول الملاحظة هذه اللي مع الأسف احنا بعد كل البعد على منظومة المجلس المفتوح البلاتفورم اوبن جوف، ما نجمش نترجمها بالتركية مع الأسف. المجلس المفتوح هي التفاعل الإيجابي والتام من بين أعضاء المجلس، من بين اللجان، من بين المجلس والمجتمع المدني، ويلزم تكون عليه في منظومة تفاعلية على الإنترنت. ما هيش حكاية أن نجي في ويب في موقع من الويب موقع من الإنترنت ونحطوا التقارير نتاعنا ولا المحاضر الجلسات نتاعنا، هذا ما يكفيش. ونعطيك مثال على ذلك وقريب لنا ومناه مجتمع مش بعيد علينا، جنوب أفريقيا. شوفوا جنوب أفريقيا كيفاش الدستور نتاع جنوب أفريقيا صار بالتفاعل التام مع المجتمع المدني، و90% من الدستور كان خرج من صلب المجتمع المدني. وشكرا. سيد رئيس اللجنة. أرجو نقطة نظامية، نقطة نظام كعضو في المجلس. نحن كل الدول الشقيقة والصديقة تحظى باحترامنا، ولغاتها تحظى باحترامنا، ولا أجد مبررا، لا أجد أي مبررا لأي نائب يحترم نفسه أن يسخر من لغة دولة وشعب شقيق. لا أجد أي مبرر أن يحترم، أن يجب أن نحترم اللغة الفرنسية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة التركية، كل اللغات تمثل شعوبا ودولا محترمة صديقة لهذا الشعب وساندت ثورته، وعلى الجميع أن يحترمه، على الجميع أقول أن يحترم الدول الشقيقة والصديقة. والسخرية من أي لغة ومن أي شعب هو عدم احترام لذلك الشعب، وهذا لا يليق بنواب الشعب. مع الشكر. القسم السيدة القصري طلبت الكلمة. سيد الرئيس كان تعليقي حول الفصل ويعني صوتنا عليه ويعني فات. بارك الله فيك. السيد عماد الحمامي.
شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس اسمحني لاحظ لك بكل لطف كونه مرة أخرى يقع استغلال حق نقطة نظام في غير نقطة نظام. هذا من فضلك سيد الرئيس، رأى بإمكانك أنك تمارك صلاحياتك في سحب الكلمة عندما يقع استغلال نقطة نظام في غير نقطة نظام، وبالخصوص إذا تعلق الأمر بالإضافة إلى ذلك إلى الرجوع لفصول وقع التصويت عليها. ونعت هذا المجلس والنقاشات الديمقراطية والشفافة التي تشرف كل تونسي في هذا المجلس، نعتها بنعوت لا تليق لا بتونس ولا بثورتها ولا بشعبها، والإساءة لبعض الثقافات والدول اللي عندنا بها ارتباطات تاريخية وحضارية واقتصادية، وعندنا طموح أن الثورة التونسية يكون عندها علاقات اقتصادية متطورة قائمة على أساس المعاهدات اللي تحفظ مصالح تونس، وقائمة على أساس العلاقات الخارجية. شكراً. الند للند، والتي تحترم مبادئ الثورة وطموحات شباب تونس. بارك وشكراً. الله فيك. شكرا سيدة المقرر. القسم الثاني، اللجان القارة التأسيسية. الفرع الأول، اختصاصات اللجان القارة التأسيسية. الفصل 63، للمجلس الوطني التأسيسي 6 لجان قارة تأسيسية تضم كل منها 22 عضوا على الأكثر، تتولى النظر في المحور المسند إليها من مشروع الدستور، وهي أولا لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، ثانيا لجنة الحقوق والحريات، ثالثا لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، رابعا لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، خامسا لجنة الهيئات الدستورية، سادسا لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية. شكرا. شكون اللي معاه هذه الصياغة للفصل 63؟ شكون ضد؟ شكون محتفظ؟ اجمع. شكرا. الفرع الثاني. الفرع الثاني، تنظيم اعمال اللجان القارة التأسيسية. الفصل 64، تتولى كل لجنة قارة تأسيسية صياغة فصول المحاور المناطة بعهدتها من مشروع الدستور قبل عرضها على الهيئة المشاركة للتنسيق والصياغة التي يمكنها أن تعيدها إلى اللجنة المعنية لإعادة النظر في بعض المسائل قبل أن تناقشها اللجنة في الجلسة العامة. شكون مع الفصل 64؟ شكون ضد؟ شكون محتفظ؟ شكرا. إجماع. فصل موالي. الفصل 65، يجوز عقد جلسات مشتركة بين اللجان القارة التأسيسية بطلب منها أو من الهيئة المشاركة للتنسيق والصياغة وبعد إعلام رئيس المجلس لغاية التباحث في الجوانب المتداخلة بين المحاور المعروضة عليها. شكون مع الفصل 65؟ شكون ضد؟ شكون محتفظ؟ إجماع. شكرا. القسم الثالث. القسم الثالث، اللجان القارة التشريعية. الفرع الأول، اختصاصات اللجان القارة التشريعية. الفصل 66، للمجلس الوطني التأسيسي 8 لجان قارة تشريعية تضم كل منها 22 عضواً على الأكثر، تتولى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على أنظار الجلسة العامة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها. وهذه اللجان هي أولاً لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والشؤون الدينية والمجتمع المدني والإعلام والدفاع والأمن الوطني والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي. ثانيا لجنة التشريع العام،
وتختص بالنظر في مشاريع القوانين والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبصفة عامة بالقوانين المدنية والتجارية والجزائية والعفو والتشريع العام والعدالة الانتقالية، كما تتولى النظر في التنظيم العام للإدارة والنظام الانتخابي ونظام الملكية والحقوق العينية. ثالثا، لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالعملة والضرائب والمبادلات والشؤون المالية والميزانية والمخططات التنموية والقروض والتعهدات المالية للدولة ونشاط المؤسسات العمومية. رابعا، لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والمياه والصناعة والطاقة والمناجم والصناعات التقليدية. خامسا، لجنة القطاعات الخدماتية، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالتجارة والأسعار والنقل والاتصالات والسياحة. سادسا، لجنة البنية الأساسية والبيئة، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والتكنولوجيات الحديثة والبيئة. سابعا، لجنة الشؤون الاجتماعية، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والصحة العمومية والتشغيل وشؤون الأسرة. ثامنا، لجنة الشؤون التربوية، وتختص بالمشاريع والمسائل المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والثقافة والشباب والترفيه والرياضة. شكرا. شكون موافق على الفصل 66؟ شكون ضد؟ شكون محتفظ؟ شكون محتفظ؟ اثنين. شكرا. الفرع الثاني. الفرع الثاني، تنظيم أعمال لجان القارة التشريعية. الفصل 67، تتولى كل لجنة قارة تشريعية دراسة ما يحيله عليها رئيس المجلس من مشاريع أو مقترحات قوانين ومواضيع تدخل في نطاق اختصاصها، كما تنظر في المسائل التي قررت الجلسة العامة إحالتها عليها أو التي تتعهد اللجنة بموافقة رئيس المجلس بدراستها في نطاق مشمولات نظرها. شكون مع الفصل 67؟ شكون ضد؟ شكون محتفظ؟ إجماع. شكرا. فصل الموادي. الفصل 68، يمكن لكل لجنة قارة تشريعية بعد موافقة رئيس المجلس أو بطلب منه أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل على لجنة قارة تشريعية أخرى، وأن تعد تقريرا كتابيا في الغرض تحيله على اللجنة المعنية. كما يمكن لكل لجنة قارة تشريعية بعد إعلام رئيس المجلس أن تطلب من إحدى اللجان القارة التشريعية الأخرى إبداء رأيها في موضوع معروض عليها للاستئناس به. وفي صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين تشريعيتين أو أكثر، يحيل رئيس اللجنة المعني المسألة بمقتضى مذكرة إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على مكتبه البت فيه. شكرا. شكون مع الفصل 68؟ شكون ضد؟ شكون محتفظ؟ إجماع. شكرا. فصل موالي. الفصل 69، يمكن لرئيس المجلس أو مكتبه أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ طلب الاستعجال. شكون مع الفصل 69؟ شكون ضد؟ شكون محتفظ؟ شكرا. إجماع. القسم الرابع. القسم الرابع، اللجان الخاصة. الفرع الأول، اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة.
الفصل 70 يكون المجلس لكامل المدة التأسيسية لجنة تضم 22 عضوا على الأكثر للنظر في تنقيح النظام الداخلي وفي المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه وفي المسائل المتعلقة بالحصانة تسمى اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة، ويتم توزيع المقاعد فيها تبقى الفصل 8 من هذا النظام الداخلي، وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية. شكون مع الفصل 70؟ شكون ضد؟ شكون محتفظ؟ إجماع. شكرا. الفرع الثاني. الفرع الثاني لجان المتابعة والتحقيق، الفصل 71 ينتخب المجلس لجنتين خاصتين لمتابعة القضايا الوطنية المستعجلة وذات الأولوية، تتكون كل منهما من 22 عضوا على الأكثر، ويتم توزيع المقاعد تبقى الفصل 8 من هذا النظام الداخلي. أولا لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو والتشريع العام، تتولى متابعة المسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة والتعويض وتنفيذ قانون العفو والتشريع العام وتعويض ضحايا الاستبداد منذ الاستقلال. اثنين لجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري، تتولى متابعة المسائل المتعلقة بالفساد المالي والإداري واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة ومتابعة سبل تطوير الإدارة وتعصيرها وإصلاح الوظيفة العمومية. تعد لجنة المتابعة تقريرا شهريا تبين فيه نتائج أشغالها وتوصياتها، ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه على الجلسة العامة. شكرا. شكون مع نقطة نظام؟ سيد طيب سمير طيب. في اللجنة الثانية لجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري، والله أنا ما تفطنت ليش في اللجنة هذه، أما كي نقولوا مكافحة الفساد والإصلاح الإداري وكان مكافحة الإصلاح الإداري كذلك، فهذه بنقولوا لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد فقط. شكرا. معقول. تفضل. الرقم تفضل. 103. تفضل سي رفيق تليل. نعم سيد الرئيس، في هذا الفرع لجنة المتابعة والتحقيق أرجو من المجلس أن يضيف فصلا آخر إلى هذا النظام الداخلي، يحدث معناها لجنة خاصة بالإعلام تتولى مواكبة المستجدات الجهوية والوطنية والعربية والدولية وعرضها على المجلس في جلسة عامة مرة في الأسبوع للتفاعل معها وإبداء الرأي فيها في الاتجاه الذي يخدم غاية الثورة وتحقيقها. نظرا لأن إذن هذه اللجنة هي ضرورة، لأن عدم أحداث مثل هذه اللجنة يجعل من أعضاء هذا المجلس بمثابة أولئك الفتية الذين دخلوا في الدهر، وتجعلهم غير قادرين على التأثير في الواقع، والحال أن التنظيم المؤقت للسلطات العمومية يصف هذا المجلس بأنه سلطة أصلية وبأنه يشرف على إدارة شؤون البلاد إلى حين وضع دستور جديد ودخول حيز التنفيذ. إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف لهذا المجلس أن يشرف على إدارة شؤون البلاد وهو معزول عن نبض الشارع وواقعه، والدليل على ذلك أن ما من أحد منا أراد التدخل في هذا المجلس التنبيه إلى شأن عام ما إلا ووقع صده بدعوى أن تدخله لا ينسجم مع جدول الأعمال. وبناء على هذا فإننا نطالب بإضافة فصل تشكل بمقتضاه لجنة خاصة بالإعلام وظيفتها مواكبة نشاط رئاسة الجمهورية ونشاط الحكومة والحركة الشعبي وتجميعها وتبويبها وعرضها على المجلس في اليوم الأخير من كل أسبوع للتفاعل معها وإبداء الرأي فيها لتوجيه الأمور في الاتجاه الذي يخدم غاية الثورة. إننا نريد أن نعرف مثلا ما الذي وقع في جابس وفي قفصة، وما الذي يقع اليوم في قبلي ومكثر، وما حقيقة الذي وقع في كلية منوبة وفي وزارة التعليم العادي بعد ذلك، وما حقيقة الخبر الذي يقول أن السيد محمد عبو استقال. هذا كلام هذا؟ عليه مش كلام. لا والله نحن معزولون. عملنا مقترح في هذا المجلس. عملنا مقترح مكتوب عندي مقترح مكتوب. عامل مقترح مكتوب بلجنة للإعلام.
وقدموا للجنة النظام الداخلي وما فهمتش علاش المقترح هذا ما وقعش تقديمه للجنة. علاش اليوم في جلسة عامة يقع تقديمه بعد جلسات متعددة اللي تحدثنا في النظام الداخلي وفي كل فصول ودخلنا في دقائق الأمور. باهي، وختاما نقول اننا ان لم نفعل هذا مقترح كتابي للجنة النظام من فضلك خلينا نقدمه. موجود المقترح. باهي، شكون اللي معاه الفصل 71؟ أشكون ضد هذه الصياغة؟ واحد، شكون محتفظ؟ شكرا. فصل 72. الفصل 72، يمكن للمجلس الوطني التأسيسي باقتراح كتابي من ثلث أعضائه إحداث لجان خاصة للتحقيق في القضايا الهامة، ويتخذ المجلس قرار إحداث كل لجنة بأغلبية أعضائه. تضم كل لجنة تحقيق 22 عضوا على الأكثر، يتم انتخابهم وفق قاعدة التمثيل النسبي للكتل. شكون مع الفصل 72؟ شكون ضد؟ شكون محتفظ؟ إجماع، شكرا. نقطة نظام، لا مفماش ملاحظات، فماش علاش؟ تفضل. الفصل 73، عند اختتام أشغالها تعد كل لجنة تحقيق تقريرا ترفعه إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على الجلسة العامة، وتنحل لجنة التحقيق آليا بانتهاء مهامها. شكون مع الفصل 73؟ شكون ضد؟ شكون محتفظ؟ إجماع، شكرا. العنوان الخامس. قبل تفضل سيد رئيس اللجنة. قبل المرور للعنوان الخامس، الأستاذ رفيق تليلي الذي تحدث منذ قليل حول لجنة الإعلام قدم مقترحه مكتوبا، والحقيقة قدمت لنا أكثر من مقترح داخل الجلسة العامة وحتى خارج الجلسة العامة لتكوين لجان، ولكن الذي جعل اللجنة لجنة النظام الداخلي لا حط الاسم الذي جعل لجنة النظام الداخلي لا تحدث لجان أخرى هو العدد، عدد أعضاء المجلس. فنحن الآن بما اتخذناه من تصويت لكل عضو إمكانية أن يكون عضو في 3 لجان تقريبا، بالإضافة إلى حضوره في الزيارات الميدانية وفي القضايا التنمية الجهوية وما إليها. فشفنا أنه من الناحية العملية صعب أو حتى يمكن أن يكون مستحيلا، رغم أن كلمة مستحيل لم تعد تونسية فيما يبدو، فمن الصعب أن يكون النائب عضو في أكثر من 3 لجان لأنه سيخل بها يعني. ولذلك إذا رأيتم أن تعرضوا ذلك على التصويت لكم سديد النظر، ولكن من الناحية العملية صعب، والمقترح الأستاذ رفيق قدمه مكتوبا. طيب، وقل إن في إطار يعني في إطار اللجان يعني في هذا في هذا في هذا, هذا الإطار الباب في هذا الباب. لا بالله، أنا نحب أن نلاحظ السيد النائب المحترم اللي قدم مقترح بخصوص إحداث لجنة الإعلام، وسمعنا التدخل متاعه يشوفها يعني معناتها لجنة عامة تهتم بالأشياء التي تدور في البلاد، مواكبة الأحداث. وأنا في رأيي يعني كل نائب في هذا المجلس
الموقر معناتها مهتم مباشرة بما يدور في البلاد من خلال وسائل الإعلام، من خلال مداولات، من خلال أعمال اللجان، من خلال متابعة أعمال الحكومة في اللجان المختصة. ويظهر لي اللجان المختصة معناتها تهتم بكل المشاغل اللي تحدث عليها، إضافة إلى ما تقدم به وتفضل به السيد رئيس اللجنة من أن إحداث لجنة إضافية في الوقت اللي كانت أفكار متعددة متجهة إلى الحد من أعداد من عدد هذه اللجان، يعني ربما يحدث نوع من اللخبطة في قدرة النواب المحترمين على مواكبة أعمال كل هذه اللجان. إضافة إلى شيء أعتبره أساسي ومناش مناش غافلين عليه، لكن ربما في التذكير به فيه نوع من الإفادة، وأننا انتخبنا بالأساس لوضع دستور البلاد. إذا كان عنا التزام سنسعى، قل سنسعى إلى احترامه وعدم تجاوز مدة السنة للمصادقة على هذا الدستور بعد صياغته، هذا يطلب منا أن نركز اهتمامنا بالأساس على هذا، مع بالطبع متابعة أعمال الحكومة مراقبتها، مع المصادقة على قانون المالية اللي باش يجينا وباش ياخذ لنا برشا وقت بما أن سنتعمق فيه، إضافة إلى وهذا ما ننساوش وأن عندنا أسبوع في الشهر مخصص للاتصال بالجهات. يعني لو كان نعملوا الحساب هذا الكل نتصور وأن الحد من أعداد اللجان حتى يعني نبتعد أو نتجنب بعثرة المجهودات متاعنا يظهر لي أفضل. وإن شاء الله الكلام متاعي أقنع السيد النائب المحترم، أعطيه الكلمة قبل أن نمر إلى العنوان الخامس. إن شاء الله مقتنع. سيد الرئيس، يعني الأوضاع في الجهات محتقنة إلى درجة أنها مش خسولها توا جلسة خاصة أعلن عليها مباشرة بعد المصادقة على في بالي. النظام الداخلي، وسندعو إليها يعني الحكومة حتى يكون حوار، وسنعد لهذه الجلسة إعدادا جيدا نتمناه مع المسؤولين على الكتل، بحيث هذا احنا ماشيين فيه. انت تحدثت على اجتماع أسبوعي، في كل أسبوع يلزمنا نعملوا جلسة خاصة بالأوضاع العامة في البلاد، راهو هذا باش يهزنا لبعيد إذا كان ما نقولش مستحيل، ولو كلمة مستحيل فيها واو، فهمتني؟ بحيث ماذا بيا تاخذ بعين الاعتبار الكلام اللي قاله سيد رئيس اللجنة والكلام اللي قلته لك، ونتجاوز المسألة هذه، والكلمة لك. سيد الرئيس، معناها قلت أن الأوضاع في الجهات أوضاع محتقنة جدا، ونحن في ظرف استثنائي، والشعب لا يهمه كثيرا وضع النصوص النظام الداخلي بقدر ما يهمه الشغل والخبز. وأنا أطرح هذه المسألة التي ليبدي فيها الأعضاء المحترمون الرأي فيها لعلنا نصل إلى رأي موحد، مع الشكر. معناتها نحلوا نقاش على المسألة هذه اللي بعث لجنة. ما فيها بأس سيد الرئيس. سيد حبيب خضر. سيد الرئيس، أعتقد أن النص بالصيغة التي اقترح بها يطرح أكثر من إشكال. أولا، إذا قلنا بأن هذه اللجنة تعد تقريرا يعرض على الجلسة العامة كل أسبوع، هذا يتعارض مع الفصل صادقنا عليه ينص على أن هناك أسبوعا مخصصا للعمل في الجهات ولا تعقد فيه الجلسات العامة. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني، إذا قلنا بأن هذه اللجنة ستخصص لها جلسة عامة يوما في الأسبوع، أقول ستصبح هذه اللجنة أهم حتى من صياغة الدستور، لأن في الوقت الذي تعمل فيه اللجان ولا توجد فيه جلسات عامة سنكون ملزمين بأن نعقد جلسات عامة خصيصا لهذه اللجنة. المسألة الثالثة، أعتقد أن ما قدم من مجال عمل لهذه اللجنة يخص وكالة الأنباء، يخص المتابعة الصحفية، ولا أعتقد
أن هناك مدعاة لأن يكون موحدا بين كل الأعضاء، كل عضو في المجلس لديه وسائل الإعلام التي يثق فيها، التي يستقي منها المعلومات، التي يتابع من خلالها مقترح المعطيات المتعلقة سواء بالجهات أو بغيرها. وأعتقد أن تخفيف العمل على المجلس يقتضي عدم إضافة هذه اللجنة. بقي إن قدر المجلس في ظرف استثنائي محدد أن هناك حاجة، فيمكن أن يكون الفصل 72 الذي صدقنا عليه مدخلا لذلك، فيشكل لجنة خاصة في موضوع محدد. أما أن تكون لجنة دائمة فأعتقد أن ذلك لا يقدم لعمل المجلس. وشكرا. واضح. نقطة نظام، تفضل. سيد أزاد بادي، أعطيه الميكرو. تربت الكلمة، المصدح تربت الكلمة منذ حين ولم تعطى لي، وأراك الآن توزع الكلمة معناها على نجوم هذا المجلس، وأصبح هناك فعلا نجوم لهذا المجلس يأخذون الكلمة مرة واثنين وثلاثة، وعديد النواب يحرمون من الكلمة، وهذا الوضع. والله ما دبية تجد والله سيد رئيس، معناها دعني وصف مستحيل. مستحيل لا توصل هذا الأمر أكثر كان من كان نقبل بأي شكل من الأشكال، ومر هذا على مسألة الثقة في رئاسة المجلس. ما هوش ممكن باش نقبل وأنه تتقال وأني حرمت نائب من نواب هذا الشعب، حرمته من الكلمة. قد أسو، قد لا أرى، قد لا أتفطن، أما باش نحرم. فطنت لي وقلت لي لا أعطيك الكلمة. شنو؟ فطنت لي وقلت لي، قلت لك ملاحظة في غير محلها بالطبع. لا لم تسألني في أي محل. لا أنا نقرر. أنا نقرر وقت الإنسان يتكلم خارج جدول الأعمال ويقول لي لا عندي رأي وبرا في غيابة مالك. لا في غير محله. عندنا احنا نناقش اليوم فصول ونحن مطالبون فقط بالمصادقة عليها. احنا حلينا باب النقاش مرة أخرى استثنائية، لكن هنا شفنا. كنت سأتحدث صلب الفصول سيد الرئيس، كنت سأتحدث صلب الفصل ومنعتني من الكلمة. سمحني. لا والآن قلت لي عندي رأي قبل ما يتقرا الفصل، بل ما تقرا الفصل قلت لي عندي راي. سمحني اتذكر اتذكر قبل ان اعطي الكلمه للمقرره قلت لي عندي راي قبل ما يتقرا الفصل. لا سيد الرئيس، بعد ما تقرا الفصل وكان ثم سهو على مساله اردت ان معنى ان اوضحها ولم تعطي الكلمه. لا الان سمحني. انا اردت تعطي الكلمه للناس تكلموا مره واثنين وعشره. لا سمحني. سامح. أطلب من السيد رئيس اللجنة باش يقرا لنا المقترح ونعديوه على التصويت. تفضل. المقترح موجود فوق مكتبكم سيد الرئيس. إضافة فصل إلى الفرع الثاني من القسم الرابع الخاص باللجان الخاصة. يعني إحداث لجنة خاصة بالإعلام تتولى مواكبة المستجدات الجهوية والوطنية والعربية والدولية وعرضها على المجلس في جلسة عامة مرة في الأسبوع للتفاعل معها وإبداء الرأي في الاتجاه الذي يخدم غايات الثورة ويحميها ولا ويحققها. تفضل سيد المقرر. تنقول للمقترح متاع الاخر رفيق الطيبي في غايه من الوجاه. لم كنت اللجنه موجوده في الفصل 66، اش ينص الفصل 66؟ لجنه الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيه وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقه بالحريه العامه، حقوق الانسان والشؤون الدينيه والمجتمع المدني والاعلام. اللجنه موجوده، بتحكي عليها موجود، واللجنه قرر. أشكون مع إضافة هذه اللجنة المختصة بالإعلام؟ اثنين، ستة. أشكون ضد؟ أشكون محتفظ؟
20 محتفظ وستة ضد. شكرا. ستة معاه وعشرين محتفظ. العفو. يظهر لي حتى أنا كيفكم عصافير وبطني بدأت. نرفعوا الجلسة ونعود على الساعة الثالثة بعد الظهر.